جيتكيبين هي كي تخلي اهتماماتك حصرية باش زعما تحميها ما توليش شايعة. مثلا زعما لي كانوا يسمعوا بيلي ايليش قبل ما تشاع كانوا يشوفوها هيلة ونهار طردقت ولات سوبر ستار دقت لهم ما ولاوش يسمعوها. جيتكيبين تنطبق تانيك على اللي يستعمل هواية ولا عفايس اللي عاشهم باش يحس روحو سوبيريور على الاخرين، يحول شغف ولا معرفة ديالو الى وسيلة باش يطيح خشين ويقلل من قيمة الاخرين. فهاد الفيديو راح نحكوا على كيفاش الجيل القادم راه مجيتكيبي جينيراسيون باكمله. واش معاكم لامين؟ وفهاد الفيديو راح نسين فهم جماعة التسبعينات والثمانينات مانيش نجمع بيان سير باللي وقتهم ماشي خير من وقتنا، واش عاشو هما عشنا حنا تاني، وكل واحد الوقت ديالو سبيسيال بالطريقة الخاصة ديالو. مرحبا بكم وتبعوا معايا. So, واش الحاجه اللي خلاتني ندير هاد لا فيديو؟ قريت واحد البوبليكاسيون في فيسبوك على شكل ارتيكل صغير. فيسبوك البلاصه اللي تخليك تتنيرفو، وهذاك الارتيكل مكتوب بواحد الطريقه اللي تقلق. جاي كالتالي: مواليد 1970 الى 1989، اكبركم سنا عمره الان 52 سنه واصغركم سنا عمره 33، كنتم اكثر الاطفال تميزا بطفولتكم الممتعه التي لم يحظى بها اطفال الاجيال السابقه، لحقتم على جيلين الجيل القديم والحديث. ولادتكم كانت في ظروف معيشيه رائعه يسمونها ايام الطفره. الاجيال اللي قبل الثمانينات والسبعينات صح عاشوا ظروف مرنكه شويه، الاستعمار ومن بعد جاء الاستقلال، موراه كانت الحاله هذاك بدات تولي نورمال، بصح هما ثاني كيعاشوا طفوله شابه في بعض الاحيان وعندهم دي سوفنير شابين بزاف. بابا من جيل الخمسينات وكيحكي لي على صغرو كاين بزاف عفايس شابين، وحنا جيل التسعينات ثاني كلحقنا على القديم وعلى الجديد، حنا هما اللي عشنا تقريبا كاع العصور. وسميتهم ايام الطفره، حنا الجيل الذهبي. عاصرتم حروبا طاحنه كحرب العراق وايران وحرب الخليج والحرب في افغانستان. ياس بات هادو كاع حروب لا علاقه بالجزائر. جيل التسعينات حضر العشريه السوداء وعانى من الامباكت ديالها مور ما خلاصت. من ذكرياتكم افتح يا سمسم وسندباد وموكلي وريمي وهايدي وجريندايزر والمناهل، سامبي، فولترون، الكابتن ماجد، النمر المقنع، نادين كبسوله الزمن، انا واخي، تابعتم ريا وساكينه وذئاب الجبل وابناء الاعزاء ومسلسل كاساندرا ورأفت الهجان افلام اخرى كالفيلم الهندي الذي نترقبه كل عشيه خميس. في هادو كاع كان غير المناهل اللي ما نعرفهمش، كاع هادو عشناهم، كاع شفناهم في صغرنا وكبرنا معاهم، لحقنا بهم، عشنا طفوله مماثله. العابكم الغميضه، التزحلق في المحاضرات ايام الشتاء، الحجله والزقطه، الدوامه، صنعتم العابكم بايديكم. حتى الجيل الجديد كاع وراه يلعب غميضه، لعبناهم كاع هادوك، وخدمنا العاب بيدينا وزدنا لعبنا العاب تاع الصح. هواياتكم صيد العصافير بالفخاخ الصغيره او المطالعه، جمع الطوابع البريديه، والان تعاصرون عالم ابل والبلاك بيري والجالاكسي، عشتم جيلين مختلفين. ما كنتوش طالعوا بزاف كاع، الجيل الجديد كاع هو اللي راهو يطالع اكثر من اي جيل سابق. والبلاك بيري ريلي قديم بزاف البلاك بيري، ومام جيل التسعينات عاشهم للزوج القديم والجديد. اظن انكم تعلمتم الدين الصحيح وستبقون دائما مميزين، انتم جيل لا يخشى تقدم في السن، انتم تعتبرون من اكثر الناس فهما للحياه. الدين صحيح اكثر فهما للحياه، انا هنا وين هاد البوبليكاسيون بدات تقلقني، بس تلقى فيها نوع من الحقد ونوع من التكبر تانيك. الدين صحيح وشتى انواع البدع كانوا كاينين، المرأة كانت تتزوج بالسيف عليها والراجل كان حاقرها بزاف، طفل صغير كان كاين اللي كان يتفرصها باش يخدم، فهما للحياة وين كان واحد ما يسمع لواحد اخر، opinions were illegal، طفلة ما كانش عندها الحق تمد رايها، الراجل ممنوع عليه يريح ولا يقول عييت، ثيرابي كانت تابو، سوجيات اللي كانوا الدونجي اللي لازم تعلمهم لولادك باش تحميهم منهم كانوا تانيك تابو. نقدر نزيد بصح يو جيت ذا بيكتشر. نحن جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائليه، ولم يطالب اهله بان يوفروا له الكماليات، ولم تتعلق قلوبنا بغير امهاتنا. كيفاش كي كان بكري بروفي زرق لك لحمك باسكو ما تنتقش مليح ولا درت غلطه صغيره خير من دوكا؟ ناس زمان يا always praising bad stuff، ما كانوش يدوموندو الكماليات كوز ما كانوش افيلابل. نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقاله، ولم نشكو من كثره المقررات الدراسيه، ولا من حجم الحقائب المدرسيه، ولا من كثره الواجبات المنزليه، كوز ما كانش عندهم هواتف نقاله، وما كانش عندهم الحق يشكو، صينو يدو الضرب بلا سبه. وتانكو السيستم ديديكاسيون بكري كان خير من تاع دوك بالبزاف، وما كانش الكرطاب معمر بزاف بزاف وبلا فايده. نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسيه، وكنا ننجح بلا دروس خصوصيه وبلا وعود وحوافز من الاهل التفوق والنجاح. هادي نصوتيها بس جمله غير مفيده وستوبيد بزاف. ستاتستكس تاع الناجحين ما هبطوش، بوبوليشن اللي طلعت. نحن جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعه وفي معرفه اسم صاحب الصوره. بكري كانوا كاين غير الجران انفورم تاع انترتينمنت، سي نورمال، دوك الحمد لله كاين بزاف وسائل اخرى. نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمه بامان، ولم نخشى من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق.
عافاكم قراو التاريخ ياك عبالكم. من بعد تخلص البيبليكاسيون بعفايس بيسك. باختصار كاين بزاف ناس زمان اللي يهضروا هكذا ويامنوا بذير اون ديلوجنز، يشوفوا الاجيال الجدد شغل شواطن ولا ما يصلحوش كاع وهما خير منهم في كلش، الوغ كو برك الدنيا راهيك تتبدل ولاو دوكا كاين عفايس اكسيسيبل اللي ما كانوش في وقتهم اكسيسيبل. بي هابي فور يور كيدز اند جراند كيدز. علاش تحسدوهم وتسبوهم؟ انتوما ماشي خير منا وحنا ماشي خير منكم، عشنا اوقات مختلفه ماغري احنا لحقنا بوقتكم واستمتعنا به ودوك انتوما راكو تشوفوا في وقتنا بصح تسبو فيه. ماغري سهل عليكم بزاف عفايس كانوا صعب بكري. جيت كيبين ساكس في نامبورت كال دومين بصح في هاد السوجي تاع الفيديو هذه بالذات راهوك اوفر ذا توب وما شفتش واحد اخرين يهضروا عليه. اتس باد بيبليكاسيون كيما هذه تبان لك انيسنت وكلش بصح فيها الحقد بزاف وقلقتني. القديم ما تفرجتش فيه بصح جديد حبو تانيك.